من بيت المنسق نطل عليكم في مجلتكم الشبابية فور يوث. مواضيعنا لليوم: رأيكم حول التبادل التجاري مع إسرائيل، في غزة جوال صبي ووطنية بنت، تغريدات أطول في تويتر لمن يحبون الكلام. يشكل التبادل التجاري بين إسرائيل ويهودا والسامرة وغزة أحد أعمدة الاقتصاد الفلسطيني، ويبرز في تجارة الذهب، الأغذية، المواد الأساسية لصنع الأدوية وغيرها. يعتبر تصدير الأحجار إلى إسرائيل رافعة اقتصادية فلسطينية، حيث بلغت نسبة الربح منه حوالي 150 مليون دولار سنوياً. منح أكثر من 21 ألف تصريح للفلسطينيين للدخول إلى إسرائيل من أجل التبادل التجاري. سألنا صبايا وشبابا فلسطينيين ما إذا كانوا يؤيدون هذا التبادل التجاري مع إسرائيل، فأعربوا عن تأييدهم كونه يعود بالفائدة ويدفع الاقتصاد ويساهم في الازدهار ويحسن العلاقات بين الجيران. بعد دخول وطنية موبايل لسوق الاتصالات في غزة، وبعد أن أطلق أهالي غزة أسماء شركات الاتصالات وطنية وجوال على أبنائهم، فقد شاركناكم بالسؤال: هل أنتم مع جوال الإبن أم مع وطنية البنت؟ وقد عقب أحد المتابعين وكتب أنه ربما وبعد 20 سنة سنبارك زواج جوال بوطنية، ونبحر في صفحة المنسق ونبحث عن هذا البوست الذي نشر في الماضي، ولم يتبقى لنا سوى القول عقبال جميع العزاب. أعلنت شبكة تويتر مؤخراً أنها تدرس قرار زيادة أحرف التغريدة من 140 حرفاً إلى 280. أعزائنا، إذا كان الكلام من فضة ففي تويتر سيصبح ذهباً. واصلوا متابعتنا على موقع وصفحة المنسق في الفيسبوك، وباي باي.